عيشتي في المزرعة أجمل شيء حصل لي في حياتي. الإنسان من الأرض ورح يرجع للأرض، ألمس الأرض، ألمس الشجر، شعور طيب، شعور حلو. وبديت 38 سنة طيار. تقاعدت عام 2023 واستقرت في المزرعة. الهاجس، الخوف اللي دائما يواجه المزارع انه هل انا راح ابيع المنتج او ما راح ابيعه. سمعت عن مشروع البعث الاحمر، فاللي حصل انه كان من ضمن تفكير ان انا ابغى اوصل المنتج اللي عندي لمشروع البحر الاحمر، لكن كان تفكيري تفكير ما هو مضبوط، لانه قلت انا عندي كميات قليله جدا، ايش اللي يوصل لي المشروع مثل هذا. تقريبا 4 شهور اتصل علي من تمالا، فقلت هذا اللي كنت أدور عليه، كنت أفكر فيه قبل 4 شهور. سبحان الله، تمالا is a cooperative initiated by Red Sea Global in order to help the farmers to provide them with the best practice in farming and to bring them with awareness and education. في عندهم مهندس بيجي يمر على المزارع وبيعطيهم النصائح، بيعطيهم ايش انواع المبيدات اللي يستخدموها. تمالا كان بروفايد ماشينري، وير هاوسز، لوجيستكس، سيلز اند ماركتنج ذات كانت بي افورد باي ا سنجل فارمر بت كان بي شيرد امونج ماني فارمرز. اهتمام تمالا في اصغار المزارعين وتحسين العائد الاقتصادي لها يثبت من تواجد المزارعين، وبالتالي يثبت من الأمن الغذائي في المنطقة وفي الدولة بشكل عام. فعلا المزارعين الآن كان في عندهم إحباط، وكثير من المزارعين تركوا مزارعهم. شركة تمالا ما هي مقصرة، فبدأوا بعض المزارعين الآن بدأوا يرجعوا بعد وجود تمالا، وجود البحر الأحمر، إنه يشتري المنتج من المزارع. تمالا تخدم الاستدامة من حيث أنها تستهدف البيئة وتستهدف المجتمع كلهم بنفس الطريقة، تحسن الأثر البيئي بتقليل الانبعاثات الكربونية وبالأثر البيئي على المياه وعلى التربة، وأيضا تحسن العائد الاقتصادي وجودة الحياة للمزارعين اللي هم موجودين في المنطقة المحيطة بالمشروع. We have seen the enthusiasm from the farmers benefit from the services that we are providing. زارعين المستقبل راح يكون جميل ومبهج بالتعاون مع تمالا ومشروع البحر الأحمر، وهذا أي مزارع هو اللي يأمل فيه. الحياة حلوة.